شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70، وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، ولن يأتي ذلك إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته، مشيرا إلى أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، بل بمدى عقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. وقال الرئيس السيسي إن ما يقوم به رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب البغيض خير دليل على أن معين الأمة لا ينضب، وأرضها الطيبة تفيض دائما بالخير وتنجب رجالا يدركون جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن، موجها التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. هذا وكرم الرئيس السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقدير للتضحيات البطولية التي قدمها ذويهم من أجل حفظ الأمن والاستقرار. كما كرم الرئيس السيسي عددا من رجال الشرطة من مديريات الأمن والقطاعات الشرطية المختلفة تقديرا لمجهوداتهم في خدمة الوطن. قدم وزير الداخلية محمود توفيق هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفالية عيد الشرطة. وقال وزير الداخلية خلال كلمته أن عطاء الشرطة كان وسيظل متصلاً بملحمة العمل الوطني، مؤكداً أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية أمنية متكاملة تعتمد على توفير رصيد متجدد من المعلومات وجهود متواصلة في متابعة تطور الجريمة والتصدي لها بهدف حفظ الأمن والاستقرار وتأمين مكتسبات الوطن ومقدراته. عقدت اللجنة المصرية العمانية المشتركة دورتها 15 في مدينة مسقط برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، حيث أكد الجانبان على المضي قدما لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في المجالات كافة وفتح أفاق جديدة أمامهما تحقيقا لتطلعات قياداتهما وأمال وطموحات شعبيهما الشقيقين. كما وقع الجانبان عددا من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في العديد من المجالات. أعلن وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة خالد عبد الغفار استقبال 1,842,750 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق آلية كوفاكس. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. نفت الحكومة الأنباء المتداولة بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري، مؤكدة انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام، موضحة أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن بإجمالي 14 مليون مواطن وبتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً. طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك في قرار صدر في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً. أعلن الاتحاد الأوروبي مغادرة أول سفينة مساعدات من ميناء بولينيزيا الفرنسي متجهة إلى جزيرة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ والمنكوبة بموجات تسونامي أثارها ثوران بركان تحت سطح البحر. وذكر بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ينسق مع فرنسا لتسليم 30 طنا من المساعدات لجزيرة تونغا، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تنسق عملية التسليم وتمويل 75% من تكاليف النقل.